على كام يعني هذون بداو الناس يخرجوا من الحاره زعما يخرجوا وبون هامنيك لي طائره البلبل راكو تشوفوا هذوك راهم لك فوق البريد المركزي وانا الان راني متواجد في شامونيف باش تشوفوا باللي خلاص ما كاين لا حركه لا يديك لا يجيبك هامنيك لهم اللي طايحين دوله اسلاميه هما ما يفقوا حتى حاجه في الدين وشنو كاينه حاجه يا لي فرانكو بارباريس ديال العلمانيين يعني سبحان الله واحد الحق وين رجعتوه يا من الديمقراطيه يا سيدي رانا مامنين بالديمقراطيه وحنا تاع ديمقراطيه وحنا من الديمقراطيه من حقكم تخرجوا وتعبروا على المشاعر تاعكم هذه وتدافعوا على امكم فرنسا صح الصندوق هو اللي يفصل بيناتنا ولا لا لا كذي الديمقراطيه يا العلمانيين يا الخوانة يا النجس صح يا زواف والله يعني حيرتوني راكو تكملوا بكري الحركة تاعكم مازال الحال زيدوا شوية والله يعني براسكم ما يعني تزايرة ليكم تحبوا تكملوا كملوا تحبوا تباتوا كون خارجين على البكري يا شوفوا خاوتي كلشي يمشي نورمال يا اخي حالة يا اخي والله العظيم غير وجوه البخس بالك الزواف ما يمنونيش هاديك ساعة الزوافة هاي الساعة وهاكم نتوما تشوفوا في روحتكم كلش خلاص سيفيني موعدنا 12-12 نعقدوا عليكم بإذن الله بالله عليكم يا قوم هكذا كان الحراك هذوم خارجين المهم احنا 12-12 ان شاء الله ليلة الدخلة تاعكم 12-12 نعقدوا عليكم مليح ونطلعوا لكم على الماتريكول هكذا يقولوا جامي مشيت في العاصمة فرحان كما اليوم راني نمشي ونضحك يعني لو كان ما رانيش ندير في هذا الفيديو ما رانيش نفيلمي يقولوا مهبولة ويمشي اوه شحالني فرحان شحالني فرحان نشوف لافان تاعكم شحال راني فرحان نشوف فيكم كيفاش راكم تدوبوا يا لي فرونكو بارباريست يا العلمانيين يا الخونة حبيتوا تبيعونا حبيتوا تمدونا الله لا 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 تربحكم خوتي هادو دوك يعني تشوفوا في لا فيديو يبان لكم باللحيه والقميص بون باش نتفاهموا هادو راهم ليك يعني شغلهم زعما كونكوا متابعين الجبهه الاسلاميه للانقاذ الجبهه الاسلاميه للانقاذ صح قياده الجبهه الاسلاميه للانقاذ هي متبرئه منهم هاي متبرئه منهم هادو ما طايحيننا مثلا هادو اللي يعيطولهم السلفيه الجهاديه وهما ما راهم لا تاع جهاد لا تاع قتال لا تاع النصح لا تحت حاجه هادو ما خوتي على حتى تهضروا في الدين ما يعرفش ما يجاوبوك لا ريبوندي لك لاخش حنا يعني رانا شفنا الموقف تاع كام خو حشاني الله يرحمه الموقف تاع علي جدي وشفنا الموقف تاع بو خمخم بون كمال قمازي انا هضرت معاهم بيرسون راهم اللي كاع يعني يأيدوا في المؤسسه العسكريه هم يأيدوا في الطريق تاعها وراهي في الطريق الصحيح على حسب قولهم هما كما راكم تشوفوا خاوتي يعني راكم تشوفوا شغل الجمهور يعني كان في الملاعب وخرج من الستاد يعني كونكوا شغل كانوا في الستاد وخرجوا يعني تخيلوا بلي لا غرون بو ستاد وهادو مكملوا الماتش وهم خارجين هكذا كي يخرجوا من الستاد هكذا يخرجوا اللي مضارين يروحوا للستاد ما يعرفوا على كل حال هاو داك تسمى في ادنى العصر او العصر يد الان راكم تشوفوا فيهم خارجين يا سبحان الله دوك شوفوا خاوتي نتفهموا حاجه هاد يعني هذا الجمهور الغافل راك تشوفوا فيه خارج من الصطاد درك هذا الجمهور نقدر نقول لكم مقسوم على اثنين جهه هما لي فرونكو بارباريست كما على بالكم وكاين جهه اخرى هما المبردعين صح لي فرونكو بارباريست خاوتي ملي دينا الاستقلال هما يخدموا باش ينحوا من قلوبنا حب الوطن يعني نحوها الجزائريين حب الوطن واش معناتها الوطن واش معناتها الوطنيه دوك هادو المبردعين تقدروا تقولوا عندهم لان عندهم الكراهيه ضد الوطن ضد الجزائر بصح لي فرونكو بارباريست العلمانيين على بالهم واش راهم يديروا ويعرفوا واش راهم قاصدين ماشي كيما المبردع المبردع حنا نحاولوا حب الوطن خاوتي المبردع لو كان دوك يقولوا له دير بومباي دير ما يحوش يفهم بصح العلمانيين لا عندهم قصد وعندهم هدف حابين يوصلوا له وشنو الجيش خلط لهم كل الاوراق يعني
ما بقى لهم والو حاجة يعني يقدروا يديروها بإذن الله. المهم أكو تشوفوا يعني كما راني نشوف دوك هذا يرحم باباكم، هذا يعرف ديمقراطية. شوف درك منا إن شاء الله نخرج في أودان ألور نشوفوا شو صاري في أودان. بون هاد الناس لما يدعوا بديمقراطية خاوتي احنا جزائريين كجزائريين أحرار نورمالمون في الأصل كلش بالفوض نورمالمون. هاد اللهجة اللي داروها لنا درع علينا اللي هي اسموها الأمازيغية نورمالمون بالفوض لا احنا ما راناش قابلين، حتى احنا العاصمين عندنا اللهجة تاعنا وكل منطقة في الجزائر عندها اللهجة تاعها. بصح هما واش داروا خاوتي؟ درع قوة فرضوا اللهجة تاعهم درع، وهادو لا من لهنا خاوتي هادو ما قاع عبيد ولا عباد تمزغة، هادو ما بيهم والو خاوتي، بيهم الشيطان تاعهم الأكبر للإله العلماني هو تمزغة. حبوا يحقوا الحلم تاعهم، حبوا يحقوا الحلم تاعهم على ظهرنا احنا خاوتي. وحنا كجزائريين عندنا الحق وكل الحق باش نفرضوا اي حاجه تختلف على الاعراف تاعنا وعلى المبادئ تاعنا وعلى الدين تاعنا وعلى النظام تاعنا، ولازم منا وروح ما نكونوش كيما كنا غافلين من قبل، لازم كيما نقولوا نكونوا اذكياء نكونوا واعيين. هذا الوطن يهمنا احنا، الوطن وطننا، وحب الوطن خوتي حب الوطن. ما تنساش بلي عندكم وطن وارض اسلاميه وواجب وعقيده تحب وطنك وتدافع عليه ما دام راهو ليك على المبادئ الاسلاميه ومواطن اسلامي وارض اسلاميه. مو خاوتي الحراك والعياط والهول والشعار تاعهم تاع التبهليل كاع راهي لهنا خاوتي. شوفوا راهي في المحيط هذاك بين هاد زوج باطيمات، بين هاد زوج باطيمات راهم تماك واقفين دوك. يعني نكمل هكذا نعطيكم بالدليل. هاوليك شوفوا خاوتي هام زوج باطيمات هادو بيناتهم وكاين شويه موفمون، ودوك كيما راني هكذا ندور هاني درت. واش راكو تشوفوا؟ هاملك خاوتي لهنا راني يعني كيما لا فاك سونترال راني قريب نلحق لا بلاص اودا. هاملك يعني كنت تشوفوا شردمه يعني اسم على مسمى، المعنى الحقيقي هو شردمه. لهنا خاوتي رانا شغلنا في لافوا، رانا في المعرض، معرض الشعارات. شكون هذا؟ ميسي. المهم هنا لا تقول لك لا لي، المهم لا فلان يعني الاحزاب في الجزائر كاين غير لا فلان اللي ماشي مليح، يعني بالنسبه لهم هما غير لا فلان اللي ماشي مليح. معليش. وهنا واش راهم يقولوا خاوتي؟ راك تشوف يعني هاد الفاتشات هادو سي نورمال، عباك كاين عباد مسكين خاطيه كاع كي يشوف وحده كيما هادي ولي يعيط لقى يتصالح ديكاج لا غالب با. خاوتي هنا شغل راني في لوطوروت، هادوك اللي يديروا ستوب في لوطوروت يكتبوا الولايه تاعهم. راك تشوفوا يا خويا الله غير راهم مستفين ومنظمين، يعني خلطوها لنا كاع ما فهمنا والو خاوتي. اوتوماتيكمون الارجيريان بالجمع ما عندوش فين يروح، سي نورمال يجي يحوس لهنا، تجي هكذا تشوف سي بيان. لافوار معرض، معرض نورمال يديرونه في الجزائر، معرض الشعار. شوفوا خاوتي هذا، شوفوا واش كتب لهنا: امنيتي ان اعيش في الجزائر، هنا يعني أمثالي يصبحون سياسيين ووزراء وبرلمانيين ورؤساء وأحزاب وحتى رئيس دولة. يعني هنا كي نشوفوا هذه الورقة هنايا، يعني جميع واحد كان برلماني، يعني بوشاشي كان برلماني، يعني كان هكذا يعني طابو كان برلماني، يعني كان هكذا. يعني هذو الناس أنا ما فهمتش شو محبين. بون خاوتي يكفي يعني اليوم، يعني فيلميت واش قدرت. المهم خاوتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.